السلام عليكم اخوتي الاعزاء، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء بخير؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيانين. الاخوان الله يجزيكم بخير، حاولوا تتبعوا فيديو باش نعطيكم المعلومات على هذا المنزل. هذه احنا اليوم كنتواجدوا في النواحي ديال طنجة، منطقة ديال الكوارت، راكم عارفين مرة كنصور شي حاجة تما. الاخوان انت كما كتشوفوا معايا غادي نحاول نصور لكم هذا المنزل. هذه كتكون بالكراج وطبقة فيها 90 ديال المترو. هاد المنزل هادي فيها 90 ديال المترو وعندها الطريق ديال 6 كما كتشوفوا معايا. الطريق ديالها محدوده من ديك البوطو للكراج، هادي الطريق 6 ديال المترو، عندها جوج ديال الدخلات. الا بغيتي تخرج الطريق كبير من هنايا ولا بغيتي تدخل من هنا، اولا كاين عاوتاني من هنايا، كاين طريق من هنايا. هي جات في الوسط ديال الحومه، كتدخل من الطريق الرئيسيه ديال الكوات بواحد الطوموبيل، واحد جوج دقائق، واحد 300 ديال المترو، نقولوا حنا 300 ديال المترو من الطريق الكبيره الرئيسيه. كاين الماء، كاين الضوء هنايا، الماء والضوء موجود، وانتما كتشوفوا الحي عامر تبارك الله، الدنيا عامره هنايا. الدار يلاه تبنات شي عام، باش تبنات نقولوا حنايا شي عام، وبقات مشدوده وباقي داخل باقي ما ملبساشي وباقي ما مفروقاشي. مهم انتما كتشوفوا اللي فيها، الدار فيها كراج بالريدوات ديالها بالبيبان ديالها، وتبقى الفوق الانسان اللي غيدخل عليها هو يكمل عليها. هانتوما الاخوان، الدار ماشي محفظه، ملكيه، الكتابه عند العدول. شحال الاخوان اللي كيقلبوا على كراج وتبقى كما كتشوفوا معايا. انتوما كتشوفوا الحي، هانتوما كتشوفوا الدور هنا واعرين والدنيا. المهم هاد الارض اللي هنايا حداها كلشي مبيوع، هذا كيصحاب لكم دابا هادشي اللي خاوي هنايا كلشي عنده مواليه، غير الناس باقي ما بناوش وصافي. وهاد القصب هذا ديال العزف اللي هنايا راه غايزو، راه كاين ارض الناس هنا، هادي راه الناس شاريين اللي كيجيبني كيزول هاد الربيع هذا. ما كتشوفوا الاخوان، انا نحاول نصور لكم الدار. الانسان اللي غيدخل عليها يسكسف عليها ويعاوطها. هنا الدار ملي كتكسف عاد كتولي دار، فهمتي؟ اما دابا على الاجر وصافي كتبان ناقصه. ولكن دابا الاهم راه الاهم، الحاجه اللي هي مهمه راه كيتسمى مزوله، كيبقى غير فينيسيون داخل. فينيسيون حتى هو كيدي شويه ديال الفلوس، ولكن المهم كون من بعد الدار واقفه وبالريدواز ديالها ومسائل ديالها كامله. هادشي اللي كاين الاخوان. انا حاولت نصور لكم غير هاد الفيديو هذا، هاد واحد الصديق ديالي كان قال لي شحال هادي مشي صوره، وملي دوزت هنا تفكرتها اصلا ما مصوراش عندي من داخل، لان السيد بعيد عليا شويه ما كاينش السوارات. المهم اللي باغي يشوف السوارات نحضروهم في رمشة عين. انتوما ما تفكروش في هذا الشيء، على حساب انت، هي على حساب اللي بغاها، واللي باغي شيء الا جالو الثمن المناسب يعيط لي ونعيطوا للمولى. مولا راه كاين باغي يبيع، لو كان ما كانش خصو يبيع ما يقوليش يمشي صوره. هذا الشيء اللي كان الاخوان. بالنسبه للثمن ديال الاخوان، الثمن ديال 46 مليون مع شي شويه ديال المفاهمه. راكم عارفين ملي كتكون، انتوما عارفين الزنقه ديال 6 المترو راه هنا ساويه الارض 3000 درهم، لان الارض بشحال ما كبرت الزنقه كيتزاد الثمن. كاينين الاراضي هنايا الزنقه دار 4 كتعمل 180 190 2000 درهم، ولكن الزنقه ديال 6 كتكون طالعه شويه. انتوما كتشوفوا هنا راه الاراضي، راه الناس هنا شاريه، هنا كاين كامل هاد الاراضي، راه الناس مبيعين عندهم طروف هاد الارض يومين، فهمتي؟ هادشي اللي كاين الاخوان. واللي بغاها مرحبا، ومرحبا من الجميع. اللي خصو شي حاجه، شي طرد الاد ولا شي حاجه، مرحبا، نقول لكم الخير موجود. اللي بغى شي حاجه تواصل معايا على الواتساب، ان شاء الله ما يكون غير الخير. انتم الاخوان غادي نحاول نصور لكم واضحه باش تبان الدار واضحه. انا كان حاجبني نصور فيديو يكون واضح باش الانسان اللي غيشوف شي حاجه تكون معاوطه، فهمت؟ انتم الاخوان، دا الصراحه مزيونه غزاله. السيد اللي بناها ماشي السيد كان بناها لراسو، ودابا راكم عارفين كل واحد والظروف ديالو. السيد دار فيها الصح كما قلت لكم. الارض فيها 90 المترو، ولكن الفوق كتعطي كثار، راكم عارفين باركو فيها واقيلا شي 60 سنتيم ولا كثار، كثار شي 80 سنتيم كيبان لي انا. هانتوما نحاول نصور من الباب منين شوش من داخل. هانتوما كتشوفوا، نحاول غير نوضح لكم شويه. هانتوما الاخوان، الدروج طالع، الدروج طالع مزيان، طالع مواقف. المهم الدروج معاود، الكراج هو هذا الكراج، الكراج كامل مفتوح،
كما قلت لكم الدار باقي على الياجور، الدار باقي على الياجور، اللي بغى يدخل يصلحها يسكسف عليها ويدير الفينيسيون ديالو، يدير احسن حاجه باش تعمل الزواق ديالك. راك كل واحد و كل واحد و فهمتو و شنو نقول، واحد الذوق ديالو، كل واحد الذوق ديالو، حسب الزليج، حسب القفص، حسب الصباغه. يعني شحال من واحد دابا كيصلح، كيجي واحد اخر كيقول له ما درتي هنا والو، كيضرب لك كلشي في الزيرو، فهمتو؟ هادشي اللي بغيت نوضح لكم وصافي. الانسان اللي غايشري الدار فحال هيدا وشحال باش كيشري بواحد الثمن ناقص، واحد 10 مليون ولا 8 مليون، بزاف عنده ديال شحال دي شحال ديرو ديال الاصلاح ديال الوقت. دابا هنايا عندك بزاف اسلام، عندك 10 ايام الا جينا حنا يطلق تصلح فيها الفلوس عندك موجوده، عندك انا 10 ايام غتولي وحده اخرى، واحد يخدم هو معلم الزليج ومعلم ديال الصباغه ومعلم ديال جرانيتو ومعلم، فهمتوا؟ هادشي اللي كاين الاخوان، كنحاول غير نوضح لكم وصافي. هانتوما كتشوفوا الدنيا انا عامره، راه هاد البلايص اللي خاوين كاملين شاريين الاراضي هنايا، هاد البلايص راه كاملين هانتوما كتشوفوا كلشي شاري هنايا، وهاد الطريق هادي راه مازال راكم عارفين دابا الكوات راه كتزيان شويه بشويه، ملي غيدخل الاصلاح دابا الماو الدوره كاين الحمد لله، كلشي موجود. هانتوما كتشوفوا بومبيه راه هي شاعله، راه هي بومبيه في ديك الدار شاعله، الضو كاين والما كاين. هي كتجي كتعمل الطلب ديالك، غتعمل الطلب ديالك غيجيبوا لك الماو الضو ديالك، الناس اللي هنا كاملين على الماو عندهم الماو الضو. هانتوما الاخوان كما قلت لكم، اللي يشوف راسو الثمن ديالها انا قلت لكم 46 مليون مع شي شويه ديال المفاهمه، اللي عنده الغرض يتصل بيا ان شاء الله ما يكون غير الخير، ويدخل عليه على الواتساب النمره ديالي 06 62 62 13 68، يصيفط لي اوديو الى عيط لي وما جاوبتوش يحاول يصيفط لي اوديو، وملي غادي الوقت غادي نجاوبو ان شاء الله. صافي الاخوان يلا بلا ما نطول عليكم، انا حاولت غير نعمل لكم كما قلت لكم هاد الفيديو غير من برا باش نوضح لكم شويه وصافي. ولي حاولوا الاخوان تشاركوا معايا في القناه باش اي جديد غادي يوصل لكم، ما غادي تخسر والو، فعل الاشتراك وفعل الجرس باش اي فيديو غادي يوصل لك. انتم كتشجعونا حنا عاوتاني، حنا انتم كتشوفوا حنا كنغامروكم مره في كنتيبوا انتم كتشوفوا دابا في الكواد كنصور لكم فيديو باش كنسهلوا عليكم الامور انتم عارفين. وهادشي اللي كان الاخوان، شكرا لكم بزاف بزاف، بارك الله فيكم، فيديو اخر ان شاء الله، السلام عليكم.